السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتفاع 60 جنيه في جرام الذهب اليوم بمنتصف التعاملات 23/5/2022 في مصر. قفز سعر الذهب اليوم الاثنين في منتصف التعاملات وزاد الجرام 60 جنيه مقارنة بتعاملات الصباح مع ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق لمصر. وأرجع نجيب ارتفاع الأسعار في السوق المحلي نتيجة الصعود في البورصات العالمية وشراء المستثمرين كميات من الذهب للاستفادة من سعر الوقية. وتوقع نجيب زيادة في سعر الجرام خلال تعاملات اليوم. أما الأسعار فقفزت أسعار الذهب العيار 14 720 جنيه للجرام، والذهب عيار 18 926 جنيه للجرام، والذهب عيار 21080 جنيه للجرام، والذهب العيار 24234 جنيه للجرام. اما الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب 8640 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لاخر ويساوي هذا السعر قيمه الذهب في الجنيه، سعر الذهب في الجنيه يعني يساوي سعره بالجرام الواحد وعشرين، يعني الجنيه الذهب ده سعره زي سعر الجنيه الواحد الجرام الواحد وعشرين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.